السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول أعزائي، نتابع في سلسلة التعليم عن بعد في مادة اللغة العربية الصف الأول، معكم المعلمة ولاء عواد. اليوم الاثنين الخامس من نيسان من عام 2021 ميلادي، سنتابع في هذا الفيديو حل تدريبات حرف القاف. ضيفنا لهذا الأسبوع كان حرف القاف، سنتابع حل التدريبات. افتحوا دفتر التمارين على الصفحة رقم 42 و43. السؤال الأول أكتبه، سنكتب الآن حرف القاف مع الحركات، قاف مع فتحة، ق ق ق ق. سنكتب حرف القاف بخط مرتب مع الحركات بين السطرين. أيضا سنكتب حرف القاف مع المد الطويل، قا قو قي، قا قو قي. السؤال الثاني أكتب أسماء الصور مستخدما ال في أولها. لدينا هنا مجموعة من الصور، نلاحظ أولا الصورة الأولى صورة قلم، سنكتب كلمة قلم مع ال التعريف تصبح القلم، حرف القاف عليه فتحة، القلم، القلم. هل لفظنا اللام؟ إنها لام قمرية، نضع على رأسها سكون، لا ننسى السكون، القلم، لام قمرية. الصورة الثانية صورة قارب، القارب، أيضا اللام هنا قمرية. الطريق، الطريق، صورة طريق. لاحظوا هنا اللام لم ألفظها، كثير من الطلاب يخطئ فيلفظ اللام الشمسية، اللام الشمسية لا تلفظ فقط تكتب. الطريق كتبتها لكن لم ألفظها، الحرف الذي بعدها مشدد، الطريق لام شمسية. الصورة التالية صورة قمر، القمر، أيضا اللام هنا قمرية، القاف عليها فتحة، القمر. الصورة التالية قفل، قفل، تصبح القفل، القاف هنا عليها ضمة، القفل، أيضا اللام قمرية. الصورة الأخيرة صورة أقراط أي حلق، أقراط تصبح الأقراط، الأقراط، إذن اللام أيضا هنا قمرية. إذن نلاحظ الكلمات التي بدأت بحرف القاف، قلم، قارب، قمر، قفل، هذه الكلمات بدأت بحرف القاف واللام قمرية، إذن حرف القاف حرف قمري. الآن السؤال الثالث، أركب ثلاث كلمات من الأحرف. لدينا هنا مجموعة أحرف، سأؤلف منها ثلاث كلمات فقط من هذه الأحرف. الأحرف هي ميم، قاف، دال، طا، طا مع الألف، طا، وحرف الحاء. الكلمة الأولى قمح، ق م ح، تصبح الكلمة قمح، بدأت الكلمة بحرف القاف وهو ضيفنا لهذا الأسبوع، قمح، ق م ح، قمح. أيضا سورة قدم، ق د م، قدم، أيضا بدأناها بحرف القاف، ق د م، قدم. لدينا هنا طا مع الألف، طا، إذا أضفنا عليها القاف مع الميم تصبح طاقم، طاقم تعني فريق، طاقم، طاقم. أيضا سنؤلف ثلاث كلمات من هذه الحروف، لام، ميم، جيم، راء، سين. جرس، ج ر س، جاءت هذه الحروف الثلاثة بالترتيب، ج ر س،
فقط وصلنا الجيم مع الراء وكتبنا سين، أصبحت كلمة جرس. إذا غيرنا حرف الراء سنحصل على كلمة جديدة، جلا، وضعنا اللام، جلس، جلس. نفس الحروف فقط الحرف، هنا غيرنا الراء وضعنا اللام أصبحت جلس، جرس، جلس. أيضا كلمة رمل حروفها متوفرة هنا، رمل، الرمل. لا ننسى الحركات على الكلمات. الآن السؤال الرابع، أحذف أحرف أحرف الكلمات المذكورة ثم أركب من الأحرف الباقية كلمة جديدة. أقرأ أفقيا، أفقيا أي بهذا الشكل. الكلمة الأولى رابح، رابح، حذفنا حروف الكلمة لم يبقى معنا أي حرف. الكلمة الثانية حلم، حلم، حلم. بقي لدينا هنا حرف القاف. الآن الكلمة الثالثة بطل، بطل، بطل. بقي لدينا أيضا حرف اللام. الكلمة الأخيرة كلمة قام، قام. بقي لدينا هنا حرف الميم. إذن بقي لدينا من الجدول ثلاث حروف، القاف، اللام، والميم. هذه الحروف المتبقية يا صغاري اسم شيء استعمله في المدرسة ومؤلف من ثلاثة أحرف، ق، هيا لنصل الحروف مع بعضها، ق، ل، م، قلم. إذن صورة كلمة قلم نضع على القاف فتحة. الآن السؤال الخامس، أخط. المطلوب منا يا صغاري هنا أن نكتب هذه الجملة بخط واضح ومرتب مع التشكيل. لا ننسى الحركات، فتح طارق الباب ورحب بتوفيق. التنوين، تنوين الضم يا صغاري، نكتبها ضمتان هكذا، ضمتان. السؤال السادس، أرسم صورة لشيء يحتوي على حرف القاف. سنرسم صورة أي شيء، المهم الكلمة تحتوي على حرف القاف، ثم أكتب اسمه. أي شيء فيه حرف القاف نرسمه في هذا المستطيل ونكتب اسمه في هذا الفراغ. انتهت الأسئلة يا صغاري، دمتم بأمان الله.